أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مصادر خاصة تقول لموقع إخباري الحوثيون يعدون لاختطاف 1300 مدني من منطقة واحدة. ومن أخبارنا المحلية، المحافظة الغنية بالنفط تعاني من أزمة وقود. وفي الأخبار المنوعة، من موزع جرائد في أمريكا إلى مليونير يصاحب قادة العالم. ومن صحيفة القدس العربي، تريليون دولار قيمة الطعام الذي يتم هدره في الشرق الأوسط كل عام. والبداية من محافظة المحويت، حيث أفادت مصادر خاصة لموقع الصحوة نت إن ما يسمى جهاز الأمن الوقائي الحوثي يعد كشوفات لاختطاف المئات من المناوئين للميليشيا في جميع مديريات المحافظة. وعنوان الموقع: الحوثيون يعدون قائمة باختطاف 1300 مدني في المحويت. وقالت المصادر إن الميليشيا دشنت العملية بالفعل باختطاف أكثر من 31 فردا، بينهم قيادات من مركز المحافظة ومديرياتها خلال شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت المصادر أن من ضمن التهم الكيدية التي أصبحت رائجة في المحافظة تزويج أحد أعضاء المجلس المحلي بالمديرية ابنته لمحافظة مأرب، وتهمة القيادي مؤتمري أن لديه حسابات وهمية على مواقع التواصل الفيسبوك. كما اعتقلت ناشط حقوقي بحجة نزوح والده إلى مأرب، وهناك العديد من التهم الكيدية. من جهة أخرى، قالت مصادر محلية أن الميليشيا تحتجز 25 مختطفا في مبنى دار القرآن و15 آخرين في عمارة خاصة بمركز المحافظة، وأنهم يتعرضون لأصناف من التعذيب والإهانات. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، نبدأها من مأرب. إيقاف حصص المشتقات النفطية للمديريات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. وعنوان من شبوة: قبائل شبوة توقع على صلح عام يوقف القتال والثارات بين القبائل. وعنوان آخر: خيبة أمل تصيب موظفي المناطق المحررة بعد كذبة الزيادة في المرتبات. ومن العناوين أيضا: ناطق التحالف يكشف عن سفينة إيرانية في باب المندب لدعم الحوثيين. وفي المهرة: أبناء المهرة يعلنون برنامجا تصعيديا لرفض ما يعتبرونه انتهاكا للسيادة. اليمن هو الدولة العربية الثالثة التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين الحديثة بعد مصر وسوريا، وعلى مدى عقود ظل البلدان يتشاركان في السراء والضراء ويتبادلان الفهم والثقة والمساعدات والدعم، وتطورت علاقة البلدين بشكل مضطرد ونتائج التعاون مثمرة. هذا ما يقوله السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، والذي كتب مقالا نشره المصدر أونلاين وجاء في بعض فقراته: علاقات الصداقة الصينية اليمنية تتمتع بالتاريخ الطويل والأساس الشعبي. قبل 2000 سنة ونيف وصل التجار الصينيون إلى اليمن باعتباره محطة مهمة في طريق الحرير. وفي فترة أسرة مينغ الملكية زار البحار الصيني تشينغ خا اليمن 4 مرات، وما زال نصبه التذكاري قائما في ميناء عدن. وتعززت العلاقات أكثر بعد تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وخاصة بعد تطبيق الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، إذ أن التبادلات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية تكثفت يوما بعد يوم. وعمل الفريق الطبي الصيني في اليمن 50 عاما تقريبا، وقام بعلاج أكثر من 10 ملايين شخص في 60ينيات و70ينيات القرن الماضي. ظل اليمن يدعم الصين لاستعادة عضويته الشرعية في الأمم المتحدة، ويصوت لصالح الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن اليمن يدعم موقف الحكومة الصينية العادل في قضية تايوان وقضية بحر الصين الجنوبي. تعد الصين من أول الدول التي دعمت اليمن في ثورة سبتمبر عام 1962 وتحقيق الوحدة في عام 1990. كما أن الصين تدعم عملية الانتقال السياسي وعملية إعادة البناء الاقتصادي، وتلعب دورا إيجابيا وبناء منذ بدء الاضطرابات في اليمن عام 2011. وظلت الصين تقدم المساعدات لليمن على قدر استطاعتها، رغم أن الصين واجهت الصعوبات الاقتصادية في القرن الماضي، إلا أنها ساعدت اليمن في بناء طريق صنعاء الحديدة وغيره من المشاريع الكثيرة. تعد الصين أكبر شريك تجاري لليمن منذ عام 2005،
ويزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين على 5 مليارات دولار. وبالإضافة إلى ذلك تعد الصين دولة رئيسية للاستثمار مساعدة لليمن. قامت كثير من الشركات الصينية بالاستثمار في اليمن بما يعزز التنمية الاقتصادية والتوظيف، كما أن الصين البلد المستورد الرئيسي لليمن. يزيد حجم الصادرات اليمنية إلى الصين في عام 2013 عن 3 مليارات دولار. فيكمل الصين واليمن بعضهما البعض في الاقتصاد، ويستفيد كل منهما بمزايا الغير بما يحقق الكسب المشترك. لم يعد تفاقم الأزمة النفطية وانتشار أسواقها السوداء ظاهرة مقتصرة على المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، بل اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المحافظات المحررة. ويعنون موقع المشاهد نت: مأرب الغنية بالنفط تعاني من أزمة وقود. ووفقا لتقرير الموقع، فقد بدأت أزمة المشتقات النفطية في مأرب نهاية الأسبوع الماضي مع اتساع رقعة السوق السوداء التي زاد معها سعر اللتر من البنزين 300%. يقول شاب يعمل سائقا لدراجة نارية في مدينة مأرب: لم يعد بإمكاننا تحمل المزيد من الأزمات المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، خصوصا ونحن نفقد الأمل بذلك كل يوم في محافظة مأرب، المكان الذي رأينا فيه ربما متنفسا للحياة فلجأنا إليه. وأضاف: تفاجأنا بانعدام المشتقات النفطية في محطات الوقود المخصصة لبيعها، فذهبنا إلى السوق السوداء لشراء احتياجاتنا من البترول، لكن بأسعار باهظة. وعند حساب مردود العمل من جمع قيمة البترول، اتضح أننا لم نتمكن من تعويض المبلغ. السادس والعشرون من سبتمبر، الثورة والمجد. تحت هذا العنوان كتب عبد الخالق عطشان مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا: تحل الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر كثورة دائمة الحضور وعبق ثوري يفوح في المكان والزمان يستحيل تبديده أو تلويثه، ومهما بلغت أدخنة الإمامية مبلغها وعلى غبار تفجيرها فسيظل عبق ثورة 26 من سبتمبر عالقا بالأرض والسماء، يتنسمه الإنسان اليمني مع كل شهيق ويجري في دمائه كوقود وطاقة ثورية متجددة تمنحه القوة والقدرة للتشبث والدفاع عن هويته اليمنية ووجوده الجمهوري. يحاول الإماميون اليوم في نسختهم الحوثية أن يطمسوا نجم 26 من سبتمبر بأيديهم الملطخة بدماء أبناء اليمن الجمهوري، وأن يصنعوا من نكبة 21 من سبتمبر غربالا يغطون به تدفق شلالات الضوء الهادر من 26 من سبتمبر والقادمة من نهم والحديدة والبيضاء وميدي وصعدة، لكن يستحيل عليهم ذلك. سيظل 26 من سبتمبر مجدا للنضال وذكرى حية في وجدان كل يمني، وراية خافقة في كل قمة تغرسها أكرم أمة تدك معاقل الإمامة وتنسف أسوارا بنتها العنصرية وسيجتها بالطائفية وتكتسح الطاغي وتلتهم. ما زال الشعب ومع كل فجر للسادس والعشرين من سبتمبر يجدد العهد على المضي على درب الأحرار، مؤكدا على أن هذا اليوم ثورة تمضي بإيمان على درب المحال، تسحق الباغي، تدك الظلم، تأتي بالمحال. لقد أفاق اليمنيون الآباء في صبيحة السادس والعشرين من سبتمبر على فجر يوم صبي يخبرون الشمس أنهم قهروا الإمامة وأعادوا فجر الحرية الذي خبأته وطمرته بظلامها وظلالها. اليوم أبناء 26 من سبتمبر جعلوا أيامهم كلها ومن بعد انقلاب الإمامة الجديد في 21 من سبتمبر أيام نضال وكفاح ومقاومة يحدوهم الأمل لإسقاط الانقلاب واستعادة الجمهورية. الأساتذة في جامعة صنعاء يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة جراء عدم حصولهم على رواتبهم منذ نحو سنتين، في حين تكتفي الإدارة المالية في الجامعة بتوزيع مبالغ بسيطة لا تكفي كأجور مواصلات بالإضافة إلى سلال غذائية بين حين وآخر. وعنونت صحيفة العرب الجديد أساتذة جامعة صنعاء يجوعون. يصف الدكتور علي البريهي وهو أستاذ في كلية الإعلام في جامعة صنعاء حال الأكاديميين زملاء بأنه الأسوأ منذ تأسيس الجامعة، مشيرا إلى أن نتائج الحرب العبثية التي تشهدها البلاد وقعت على رأس الأستاذ الجامعي وتسببت له في ضرر بالغ.
ويؤكد للعرب الجديد أن الأستاذ الجامعي المحترم مستهدف في هذه الحرب المأساوية التي طالت وامتدت آثارها لتصيب مختلف شرائح المجتمع اليمني. تفيد الصحيفة لمواجهة الوضع السيء اضطر الأكاديميون لترك مهنة التدريس ومزاولة أعمال أخرى من أجل كسب الرزق، وهذا الوضع المعيشي الصعب دفع كذلك أساتذة كثيرون في الجامعة دفع أساتذة كثيرين في الجامعة إلى طلب مساعدات غذائية من المنظمات الإغاثية لتأمين قوت أسرهم. وفي جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريرا عن افتتاح 3 ممرات إنسانية، حيث أعلن التحالف الذي يتدخل عسكريا في اليمن تحت قيادة السعودية نيته فتح 3 ممرات إنسانية بين ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء. وقال التقرير في ترجمة خاصة بقناة بلقيس إن هذا الإعلان جاء في الرياض على لسان الناطق باسم التحالف العقيد السعودي تركي المالكي، حيث يستمر الوضع الإنساني باليمن في التدهور مع تزايد مخاطر المجاعة على نطاق واسع. وتقول الصحيفة يخضع ميناء الحديدة والعاصمة اليمنية صنعاء لسلطة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. خلفت الحرب وفقا للوفيغارو 10,000 قتيل معظمهم من المدنيين وأكثر من 56,000 جريح، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة. مات أستاذ جامعي في جامعة صنعاء لأنه توقف عن تناول أدويته بعد أن عاجز عن توفير قيمتها. مات عبد الغني علي سعيد الشرعبي بعد أن توقف راتبه ولم يتذكره كثيرون، وقد كتب عنه محمد المقبلي مقالا تنشره بالقيس. الدكتور عبد الغني علي سعيد أستاذ الآثار بجامعة صنعاء ورئيس قسم الآثار السابق بالكلية. قصته تحاكي مأساة الحالة الأكاديمية في اليمن، حينما بدا وجهه شاحبا منذ نحو أسبوعين أثناء تواجده في الجامعة بعد أن توقف عن تعاطي أدوية السكر منذ نحو شهر، ليسدل الستار عن حياة واحد من أبرز علماء اليمن. كان ساخرا من الوضع وانفعاليا قليلا، قلبه طيب ونقي، لديه مكتب متواضع في قسم الآثار، تأثيثه كان حينها متواضعا، يتحدث بنبرة لا تخلو من الشحوب، وهو النزيه الذي كان بإمكانه عقد صفقة مع أي سائح أمريكي أو أوروبي حينما كانت عمليات التنقيب في أوجها، وهو الذي وثق العديد من الآثار في عدة مناطق يمنية، وهو الذي صمم رؤية لحياته، نزيه اليد ونزيه الضمير. يقول أحد طلابه محمد محسن الحقب إنهم قطعوا راتبه في الجامعة، وكذلك يفعلون مع معظم الأكاديميين بحجة العجز المالي، على الرغم من أن الإيرادات السنوية للجامعة حسب كشوفات موازنة حسابات الإيرادات الذاتية للعام 2013 تقدر بنحو 1,486,000,000 يمني، بينما لا يتجاوز إجمالي النفقات العامة 770,000,000 يمني فقط. يروي محمد بغصة كبيرة حياة الدكتور عبد الغني، وأتذكر تلك اللحظات التي كان يلح علي فيها الدكتور الالتحاق بقسم الآثار، وكان من أحب الأقسام بالنسبة لي كشغف وبحث عن جذور الذات اليمنية، إلا أنني حينها قلت له أنني لا أستطيع ترك عملي، وشرحت له كم أن الزمن قاس ومرير. أتذكر حينها أنه هز رأسه بجوار بوفية كلية الآداب وقال لي: بالفعل الزمن قاس هو مرير، وهو ذات الزمن الذي جعله يلفظ أنفاسه حينما عجز عن إيجاد قيمة العلاج المنتظم، ولم يتمكن من شراء الأدوية التي كان يستخدمها منذ سنوات، وهي أدوية السكر والضغط والكوليسترول. وفي أخبارنا المنوعة نطالع قصة من موقع البي بي سي، والذي تحدث مع بيل ميكديرموت المدير التنفيذي لمجموعة البرمجيات الألمانية ساب، وعنون الموقع القصة: من موزع جرائد في أمريكا إلى مليونير يصاحب قادة العالم. عندما فقد بيل ميكديرموت إحدى عينيه في حادثة
غير عادية قبل 3 سنوات عاد للعمل فور تمكنه من ذلك، وقد قضى مدير شركة ساب الألمانية حوالي 10 ساعات في غرفة العمليات بعد أن سقط عن السلم في منزل أخيه وكان يحمل كوبا زجاجيا من الماء. ترعرع ميك ديرموت في أسرة كادحة في لونغ آيلاند القريبة من مدينة نيويورك، وحصل على وظيفته الأولى عندما كان في سن 11 عاما كموزع للجرائد لكي يتمكن من مساعدة عائلته ماليا. ثم توالت فرص العمل في مطعم إيطالي ومحطة وقود ومتجر قبل أن يبدأ العمل في محل لبيع الشطائر قرب مقر سكنه. ويقول مستذكرا ماضيه: أحببت جميع الوظائف الصغيرة التي عملت بها، سواء كانت توزيع الجرائد أو العمل في أحد المتاجر. أحببت العمل لأني أردت أن أكون شخصا ذا شأن. عندما رغب صاحب محل بيع الشطائر أن يوقف نشاطه التجاري، عرض عليه ميك ديرموت ذو 16 عاما أن يشتري منه ذلك المحل. لم يكن لديه المال اللازم، ولكن في إظهار مبكر لموهبته في عقد الصفقات تمكن من إقناع صاحب المحل أن يقرضه بعض المال، وقد حقق نجاحا في العمل في ذلك المحل لدرجة مكنته من تمويل دراسته الجامعية وسداد ديونه وشراء منزل لقضاء العطلات لوالديه، وتلك كانت البداية. أما في صحيفة القدس العربي فنطالع نتائج من دراسة أجراها معهد يوغوف. ففي وقت تعاني فيه شعوب في الشرق الأوسط من المجاعة، قالت الدراسة: $1 تريليون قيمة الطعام الذي يتم هدره في الشرق الأوسط كل عام. ووفقا للدراسة فإن السعودية وحدها تهدر ما قيمته $13.3 مليار من الطعام في كل عام. ووجدت الدراسة أن أكثر من نسبة 33% من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والطعام المعلب الذي يعثر عليه في النفايات هو من هذه الدول. وبحسب نتائج الدراسة فإن نسبة 72% من اللحوم في الشرق الأوسط يتم التخلص منها لأنها تجاوزت تاريخ من الأفضل استخدامها، لا تاريخ الانتهاء من صلاحيتها. وتقول الصحيفة إن عدة مبادرات بدأت في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع الناس على الاقتصاد في الطعام وعدم إهداره. وهناك بنك طعام في دولة عربية اقترح تغريم أي شخص يهدر الطعام عن كل كيلو $300 أمريكي. من الصحافة الرياضية نقرأ واحدا من أكثر الأخبار تداولا، حيث يعلق موقع يوروسبورت عربي: مودريتش الأفضل في العالم، صلاح أجمل هدف، وديشامب أفضل مدرب. وفي التفاصيل، فاز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، متفوقا على ثنائي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ومحمد صلاح لاعب ليفربول. نال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني الاثنين جائزة أفضل لاعب في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد موسم لا يصدق أحرز فيه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليا، وبلغ نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده. صور نابضة بالحياة والألوان نشرتها صحيفة الجارديان، ننقلها لكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم فلنتابع. تتعدد طرق التعبير وللكاريكاتير لغته الخاصة التي تغتزل المعاني في لمسات فنية معبرة، نتبعها في مجموعة من رسوم الكاريكاتير ضمن حلقة اليوم.
إذن بهذه المجموعة بهذه الصور نختتم وإياكم هذه الحلقة، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.